السلام عليكم. قبل ما غنبدا الدرس ديالي كنتمنى الشفاء العاجل لكل مصابين بمرض كورونا عبر العالم، وكنشكر الناس اللي كيطبقوا هاد التعليمات الحجر الصحي في المنازل ديالهم، وكنتمنى الكل يلتزم بهذا المبدا لان في ذلك حمايه لانفسهم واولادهم والاباء ديالهم والعائله وكل افراد المجتمع، خاصه وحنا دخلنا في مرحله صعبه ونحن في تطور، وهذا الشيء كنتمنى الكل يلتزم ويبقى في المنزل ديالو. وشكرا. بونجور. Dans cette leçon, on va parler des figures de style. Des figures de style, d'après les films, c'est Doros. La comparaison, la métaphore, les antithèses, l'opposition, etc. On va commencer par la comparaison, yani Mukaran. La comparaison est une figure de style. La comparaison permet d'établir un rapport entre deux éléments. La Mukarana. كتديرنا علاقة ما بين جوج كلمات عنصرين. ان رابور بو اتر ديغاليتي يعني تكون ديال التساوي، دو سوبيريوريتي ديال الكثرة، اي دانفيريوريتي اقلية. اون رابروش دونك دو زيليمون افيك ان اوتي دو كومباريزون او مو دو ليزون. ليليمون كو لون كومبار اي لو كومباري. العنصر اللي كنقارنو كنسميوه لو كومباري. L'élément avec lequel on le compare est le comparant. L'ensemble qui on compare nos biens est le comparant. L'outil, l'ensemble ou le kalima qui rapporte le comparé et le comparant, on s'appelle le mot de liaison. Le mot de liaison. On se voit ici pour l'exemple. Elle est belle comme une fleur. Notre voisin est fort comme le lion. هنا قارنا البنت ال بالوردة. إلي بيل، هنا المقارنة كتكون في الجمال. إلي بيل كوم اون فلور. إل، لو برونون بيرسونيل، تخوازيام بيرسون دو سينغولييه، فيمينا، هي لو كومباري. عندنا هنايا لو تي سي كوم، و تي دو كومباريزون سي كوم. مثل. Le comparant, une fleur. Yani karna, l'bint, comme une fleur. Jamel yana. Notre voisin est fort comme le lion. Notre voisin, l'jardiana, est fort, kawi, mitl, l'asset. Notre voisin, c'est le comparé. L'outil, mitl, comme, outil. Le lion, c'est le comparant. هنا عندنا اوتر اوتي دو كومباريزون، عندنا بزاف الادوات ديال الربط ديال المقارنه. اكزومبل تيل انسي باغي ا سومبلي سومبلابل ا رسومبلي ا اتر كوم افواغ لير دو بلوس كو موان كو اوتون كو اوسي كو. وهاد الادوات ديال الربط كنلقاو فيهم اما دو سوبيريوريتي دانفيريوريتي او ديغاليتي، يعني ديال تساوي ديال الاقليه وديال الاكثريه. اون كومبار دي بيرسون دي شوز دي زانيمو، نقدروا نقارنوا ما بين الاشخاص ما بين الاشياء ما بين الحيوانات اي دي سيتياسيون. اي لا ليزون بو اتر لا سوبيريوريتي يعني اكثريه، واحد كيكون اكثر من الاخر. لانفيريوريتي اقليه او ليغاليتي لا ليزون دو سوبيريوريتي. Exemple, elle est plus grande que son ami. Là, le comparé, c'est il. L'outil, c'est plus que. Le comparant, c'est son ami. Nakarna, il, bi, son ami. Wa akbar min sadiqi. Il donne rapport de supériorité. Comparaison entre deux personnes. Nakarna, ma bin charsay. عندنا ليزون دانفيريوريتي. إلي موان غران كو سون أمي. هنا هو أصغر من صديقه. لو كومباري سي إيل. لوتي أداة الربط هي أداة المقارنة هي موان كو. لو كومبارون سي سون أمي. رابور دانفيريوريتي. أون باس على ليزون ديغاليتي علاقة تساوي. إلي أوسي غران كو سون أمي.
هو كبير مثله مثل صديقه. اذا لو كومباري سي ايل. لوتي اداه مقارنه هي اوسيك. لو كومبارون سي سون امي. رابور ديغاليتي يعني هنا تساوي. On prend des exemples. Cet homme est semblable à un prince. Cet homme est semblable à un prince. يعني هاد رجل يشبه مثله مثل أمير. Cet homme, c'est le comparé. Semblable, c'est l'outil. C'est أداة مقارنة. Prince, أمير, c'est le comparant. هذا الرجل يشبه الأمير. نيا إلي جولي كوم إن روز. هي جميلة مثل الوردة. إل سي لو كومباري. كوم سي لوتي سي هو أداة مقارنة. إن روز سي لو كومبارون. سو غارسون إي موان إنتيليجون كو سا سور. سو غارسون الطفل هذا الطفل أصغر هو أقل ذكاء من أختي. يعني أدوات المقارنة أقلية. سو غارسون سي لو كومباري موان كو لوتي سا سور سي لو كومبارون. سيت فامي إي بلو ريش كو سا فوازين. أداة المقارنة بلوس كو سيت فامي سي لو كومباري سا فوازين سي لو كومبارون. نيا سيت فامي هذه العائلة هي أكثر ثراء من جارتها. وبهذا نكون انتهينا الدرس وعندنا تتمة في الدرس القادم إن شاء الله وشكرا.